اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على واحد لاغام ديال لا فيتامين سي اللي خاصه بالبشره ديالنا واللي محتاجين ليها كاملين في هذا الوقت هذا. بالنسبه لاغام اللي جيت نهضر لكم عليها اليوم هي كما قلت لكم لاغام ديال لا فيتامين سي ديال لا مارك افا. هاد لاغام اللي حنا محتاجين ليها كاملين في هذا الوقت حيتاش كتعطينا ادغاتاسيون لي زوينه بزاف اونتي ريد، زائد انها كتعطينا واحد الماكله في البشره ديالنا. وحنا كاملين هادشي اللي كنقلبوا عليه هو اننا تكون عندنا واحد البشره فيها واحد الماكله يعني مشرقه، كتبان لك البشره فيها واحد لابغيونس، فيها يعني واحد الاشراقه اللي زوينه بزاف، وتكون او ميم طون واحد ادغاتاسيون. حيت في هذا الجو هذا ملي كيتبدل الجو فالبشره ديالنا كتولي ناشفه، سواء الناس اللي عندهم بشره دهنيه كتبدا انها تنشف لهم شويه، والناس اللي كتكون عندهم بشره حساسه او بشره جافه كتولي فيها حتى دوك القشور في البشره ديالنا. لي برودوي كيعطيوكم حتى ادغاتاسيون، انا جربتهم شخصيا وشفت الفرق من اول استعمال. ثقوا فيا بانكم من مجرد ما غادي تستعملوها المره الاولى فغادي تبان لكم واحد الماكله زوينه في البشره ديالكم، ومن بعد كتبداو استعمال الاستعمال كتبداو تحسوا بهذيك لي دغاتاسيون ديال. بالنسبه لاغام فكيجيو فيها ثلاثه ديال لي برودوي، كتجي فيها كريم دو جور وكريم دو نوي والسيروم. هاد لي برودوي كاملين غنيين بلا فيتامين سي ولا فيتامين او والكيديس. الكيديس ديجا كنلقاوه في لي كومبليمون اليمونتير اللي حنا ضروري اننا خصنا ناخذوه نورمالمون، خصنا نكونو كناخذوه. دونك راه يعني غنيه بلي فيتامين اللي مفيدين وبزاف. وهاد لي برودوي هادو راه غنيين بمضادات الاكسده اللي طبيعيين، كتناسب جميع انواع البشره، كتفتح لنا اللون ديال البشره وكتوحد لنا اللون ديالها، مضاده للتجاعيد، كتعمل على مكافحه التجاعيد، كتغذي لنا البشره وكترطبها، زائد انها كتساهم في انتاج الكولاجين في البشره ديالنا. بالنسبه لا تيكستور ديال لي كريم فراه كيتابليكاو بالزربه وكيتابسورباو بالزربه، ماشي بحال بزاف الانواع ديال لي كريم اللي كيجيو شويه ثقال وكنلقاو واحد الصعوبه فاش كنابليكيوهم، وكنلقاو صعوبه باش ان البشره تابسوربيهم لينا بالزربه. كتحسوا ان البشره ديالكم كتابسورب هذاك لا كريم وكتستافد منه. بالنسبه لطريقه الاستعمال فراه ساهله، الكريم دو جور راه كديروه بنهار تابليكيوه على البشره ديالكم، ومن موراه كديروا لاكرون اللي نتوما كتستعملوا. بالنسبه للكريم دو نوي راه كنديروه بالليل، وبالنسبه للسيروم كديروه قبل من لا كريم، سواء بالنهار سواء بالليل، فانا كنستعمله في الاوقات بجوج، زائد انني كنستعمله كواحد لاباز قبل من الميكاب، وفريمون كيعطيني واحد الاضاءه واحد الاشراقه زوينه بزاف في البشره ديالي. وجبت لكم واحد البروموسيون اللي مجرد ما كتقضوا من عندهم 355 درهم ديال لي برودوي فكتستافدوا من انكم تاخذوا برودوي غراتوي. كاينين بزاف د البرودوي اللي تقدروا تاخذوا، تقدروا انكم تختاروا منهم واحد انكم تاخذوه غراتوي. انا اختاريت انني ناخذ هاد الكريم ديما هادي اللي كتجي في الويد وكتجي ادغاتونت، وزائد ان الريحه ديالها زوينه بزاف، وفريمون حتى هي استعملتها وكتادغاتي ليا اليدين ديالي مزيان. ضروري ما نستعملو كريم ديما سواء في الوقيته الصيف سواء في هذه الوقيته هذه ديال البرد، حيت اليدين ديالنا كينشفوا لينا الاستعمال ديال البرودوي في الكوزينه اكسيتيرا. دونك راه ضروري كينشفوا لينا يدينا، وكيخصنا شي كريم اللي يكون فريمون ادغاتونت اللي يرطب لينا اليدين ديالنا. خديت من عندهم حتى البوم ليفغ لي بيو انتي اج ادغاتونت وغني بلاسيد ايرونيك زائد لا فيتامين او اللي كيعطينا واحد الترطيب في الشفاه ديالنا، زائد كيحمي لنا الشفاه ديالنا من هذوك التشققات ديال البرد، وزائد كيحميهم لنا حتى من لي غيد. كنعرفوا يعني مع تقدم في السن كيبدا الشفاه ديالنا كيبداو حتى هما كيتكمشوا، كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا كيبداو كيتكمشوا، كيبداو هذوك كيبانوا فيهم هذوك لي غيد، هو كيحميهم لنا انهم ما يجيهمش هذوك لي غيد هذوك. وبمجرد ما انكم غادي تبداو تستعملوه فغادي تلاحظوا واحد الفرق ترطيب الزوين اللي كيعطيه للشفاه ديالكم، زائد انه كيحفز لينا الانتاج ديال الكولاجين، وهذه شي حاجه اللي زوينه بزاف. هادشي كامل مجموع في بوم ليفغ واحد، تقدروا تستعملوه مره واحده في الليل وتقدروا تستعملوه نهار كامل فيما تحسوا بالشفاه ديالكم نشفوا لكم، تعاودوا تابليكيو فريمون راه غادي تلاحظوا عليه فرق زوين بزاف. الشيء اللي كندوي لكم عليه راه ماشي غير كنهضر، ولكن راه جربت لي برودوي وشفت النتيجه عليا، داكشي علاش قلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم. غنخلي لكم نيمرو واتساب ديالهم هنا ديال لا مارك افا، غادي تواصلوا معاهم يعطيوكم جميع لي زانفورماسيون على لي برودوي سواء هادو اللي هضرت لكم عليهم سواء دي برودوي اخر اللي عندهم. جميع المنتجات ديالهم زوينين كتلقاو عليهم نتيجه، يعني ماشي كتخسروا فيهم مثلا فلوسكم وما كتلقاو حتى شي نتيجه، اولا ما كتلقاوش نتيجه اللي غادي ترضيكم، بالعكس كتلقاو نتيجه اللي زوينه بزاف. كما قلت لكم تواصلوا معاهم غادي يعطيوكم لي زانفورماسيون اللي خاصينكم كاملين، غيشرحوا لكم حتى لي برومو اللي دايرين وحتى لي برودوي اللي تقدروا انكم تستافدوا منهم فابور. فهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، خفيف ظريف، جيت نطلع عليكم بارطاجي معكم هاد لي برودوي هادو
والمعلومات عليهم. نتمنى انكم تجربوهم حيت فريمون غادي تلاحظوا عليهم نتيجه اللي زوينه بزاف. واي وحده منكم جربات هاد لي برودوي هادو اولا كانت مجربه قبل اي برودوي ديال لا مارك افار تبان عندي في لي كومونتير تقول لي الراي ديالها في هاد لا مارك هادي ولي برودوي ديالهم. ياخذوا هاد لي برودوي هادو غير يستعملوهم يرجعوا عندي لا فيديو من بعد كيف جاتهم النتيجه وكيقول الفرق اللي لاحظوه في البشره ديالهم كيف ما انا لاحظته في البشره ديالي. فما نطولش عليكم لا فيديو كثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم، باي باي.